السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في موضوع علمي جديد، وهو موضوع ترشيد الاستهلاك الكهربي. الموضوع ده يعني مطلب لكل الناس، ان احنا نحاول نوفر في الكهرباء شوية، وان شاء الله هنعمل الموضوع ده بطريقة قانونية، يعني ما فيهاش اي مخالفة قانونية، بل بالعكس هي مطلب حكومي. الحكومة بتنادي بتصحيح حاجة اسمها معامل القدرة أو الباور فاكتور كوريكشن. والباور فاكتور كوريكشن ده يعتبر طاقة مفقودة، وهنشوف أكتر وهنتكلم عنه بالتفاصيل، بس الأول نشوف السند القانوني بتاعنا للشغل أو الفكرة بتاعتنا. هي طبعا مش اختراع ولا حاجة، بس نشوف السند القانوني بتاعنا قبل ما نشتغل ونشوف. معانا مجلة حماية المستهلك المصرية العدد 23، المجلة بتحمل هيت دي أسرة التحرير. معانا هيت هما دلوقتي في إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 14,000 ميجا وات. أهو قدامنا بيقولوا إيه بقى؟ موضوع تحسين معامل القدرة، عيوب معامل القدرة المنخفض. تحسين بقى المعامل القدرة ده اللي يهمنا دلوقت. كاتب لك اهوت، هو جهاز حماية المستهلك هيتكلم عن نقطة تهمنا، اللي هي تحسين معامل القدرة بواسطة ايه؟ تركيب مكثفات او اضافة مكثفات، وهي دي النقطة اللي هي تهمنا. بس يا سيدي احنا كده هنبدأ الشغل بقى، حل مشكلتنا ان شاء الله في البيوت العادية، طبعا مش منشآت صناعية ولا حاجة، لا طبعا كلام تاني خالص. اللي قدامنا في الصورة ده مكثف 20 مايكروفاراد على 400 فولت. احنا في عندنا رينج ممكن نشتغل فيه، يعني من 20 لـ25 مايكروفاراد، وده ان شاء الله هيحقق معانا الغرض بتاعنا. وانا جايب لكم كذا صورة للمكثف ده من كذا زاوية عشان تاخدوا بالكم من شكله. والمكثف ده يعني معظمنا ممكن يكون شافه، بيبقى احيانا راكب على مواتير رفع المية في البيوت، او كان بيبقى برضو موجود في بعض الغسالات، مواتير بعض الغسالات القديمة بتلاقيه متثبت في جنب الموتور كده. ده مكثف معروف يعني، وموجود في معظم المحلات بتاعت المواتير او الادوات الكهربية. هو مكثف في حدود من يعني ممكن يكون 15-20 جنيه او حاجة زي كده، يعني يزيد او يقل شوية، تمنه في متناول الايدي يعني. والفكرة بسيطة جدا جدا، وان شاء الله هنعرف احنا مركبه ليه بدون الدخول في تفاصيل نظريه. اللي معايا في الصوره ده هو ده المكثف فعلا اللي في ايدي، اللي انا اشتغلت بيه فعلا، وانا عازله بشويرتون وكده، لان المكثف ده له خاصيه انه بيشحن، وممكن ان هو لو اتفصل عن الكهرباء حد لمس الطرفين ممكن يصعقه او يسبب له صعقه، يعني هي مش هتموت ولا حاجه، بس صعقه شديده قوي، فربنا يستر يعني لو في اطفال او حاجه زي كده. طبعا المكثف ده يتثبت في اي حته، في بواط او بتاع، هو واصل بصفه مستمره في البيت يعني، ما نفصلوش خالص، بيفضل شغال معانا طول الوقت. وهوريكم ايه التوصيله بتاعته ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده، انا عملت لكم رسمه بسيطه جدا. اللي واضح في الصوره كده المكثف طالع منه سلكين داخلين على فيشه عاديه جدا جدا، وهتشوف اي باريزه زي ما قلت لك تكون بعيده عن ايد الاطفال، وتبتدي تحط الفيشة بتاعت المكثف فيها، ويفضل معاك شغال على طول، ما بيتفصلش ابدا يعني، لان هو ده الجهاز او المعدة اللي بتوفر الكهرباء معاك. وانا هوريكم بس خطورة انك تطلع الفيشة، لو لمست طرفين الفيشة ممكن تتكهرب لانها تاخد صعقة سريعة، فازاي تفضي الشحنة لو انت عايز تشتغل في المكثف. هوريك في اي حتة قطعة حديد معدن ممكن تفضي الشحنة كده. انا بفضي الشحنة في اي قطعة معدن، وبكده ممكن تلمس اطراف الفيشه بامان من غير ما تخاف. ده المكثف بتاعي هو بعد ما عزلته تماما عشان ما فيش اي طفل يمسكه يتكهرب، وعملت له الفيشه بتاعته. وهنطلع نبص على العداد دلوقتي، هنشوف الفولت معايا 220 فولت اهوت، ومعايا الامبير 2.3، عندي الاحمال كانت ساعتها بالنهار مفيش احمال، والباور فاكتور 6 زي ما احنا شايفين كده، بي اف رمز الباور فاكتور. هركب الفيشه بتاعتي وراقب الامبير معايا والباور فاكتور. هنلاحظ كده الباور فاكتور بقى كام؟ 9، كان 6، رفع بقى 9، وده ممتاز يعني انا انتفعت
9 من 10 من الحمل بدل ما كنت باخد 6 من 10 بس. دلوقتي الامبير بتاعي نزل لواحد ونص بعد ما كان 2.3 امبير. يبقى انا فعلا وفرت بنسبة كبيرة جدا. طبعا كل ما الاحمال بتزيد والتيار بيزيد نسبة التوفير عندك بتبان اكتر. لاحظ اهو، شيلت انا الفيشة رجع الامبير تاني 2.3، تمام الامبير رجع معايا 2.3. طبعا الباور فاكتور لازم ينزل بقى ل6 من 10 اهو، او الباور فاكتور بتاعي 6 من 10. رجع تعب تاني، بقى تعبان خالص الباور فاكتور. اركب الفيشة بتاعتي تاني واشوف ايه اللي حصل تاني للامبير. ادى الباور فاكتور رفع ل9 من 10 والامبير بتاعي نزل تاني ل1.5. وبكده الجهاز بتاعنا ان شاء الله شغال ممتاز. تحياتي ليكم، وارجو ان انتوا تكونوا ان شاء الله استفدتم معايا وتوفروا كهرباء في. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتضغط زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناتنا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.